الشيخ سالم الطويل تقدم. لكن عليك بالتمسك بالحق. وإن رفضك الناس النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته لقن هذا الدرس تو كما يقال في الألف والباء. أول مرة ينزع الوحي أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عم لها ورقة من نوفل، فقالت اسمع من ابن أخيك يا عم، اسمع من أخيك. فقص له الخبر فقال هذا الناموس الوحي الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. شوف الدرس الأول، الصادق الأمين قال أو مخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أتت إلا عودي، والله يا يقوم الدين إلا بالفتنة العظيمة، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا ما في، ما يوجد. ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين. تبع عقيدة صحيحة، تبع عقيدة سلفية، تتمسك بالسنة، تنبذ البدع، ترد على أهل الهواء، أبشر باللي يجيك، لكن ستكون بدايتك محرقة لكن نهايتك مشرقة. مشرقة سيظهرك الله سبحانه وتعالى. حتى لو قتلت في سبيل الحق عند الله عز وجل سيرفعك الله. قال يا ليت قومي يعلمون. ماذا أخذ من هذا الدنيا؟ ماذا أخذ؟ قتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فعليك أن تتمسك بالحق وإن رفضك الناس. قال وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك.